وانت سكت لهم يا مختار؟ بس سفختهمش كل واحد جوزين يلام على وشه فهو لي يا مختار. اسفخ مين يا ابني؟ انت مجنون؟ انا يجي لي قلب ولا عقل امد ايدي على عيالي؟ ده اخرة التربية الايجابية وان انتوا كورنر. الله يرحمك يا باباه. كان عليه ضربة حزام ولا كرباج الكفار ايام الجاهلية. ما تاخذنيش يا حودة، مع النتيجة برضو. مالها النتيجة اهي؟ زي الفل اهي. في حاضر يا ماماه ونعم يا ماماه. بس انت غلطان انك توترهم يا مختار. الاب هيفضل اب ولا يمكن ان حد يخلعه من مكانه. انت ساذج؟ انت فاكرهم طمعانين في مكاني؟ عندهم طلبات عايزين يحققوها. يوم حققوها بالدراع؟ ده كل اللي هم عارفينه عن الاب؟ ما يعرفوش قد ايه الاب بيتعب وبيدفع الكوته عشان خاطر عياله؟ معلش ما يدركوش. يدركهم لسه صغير. يكبرهم لما يخلفهم. يخلفهم يا مختار، هم معايا. يا حوده ما تقفرش، اهدى. هم معايا بس يا مختار. هم فين؟ عندنا شغل. البيت اهم من الشغل دلوقتي يا مختار. قوم بدل ما تكبر في دماغ العيال ديت وتجيبوا عليها وطيه. لا لا ان شاء الله. اسمع مني يا مختار، دايما بتبتلي بهزار. طب ايه هتقف في ظهري؟ عيب عليك. اعتمد؟ عيب عليك. رجوله؟ طيب ماشي ماشي. طب نخلص وبعدين نقوم.